فضيلة الشيخ وفقكم الله. هذا سائل يقول في العمل عندنا مشرف، في العمل عندنا مشرف وقد حصل عليه ظلم، فحتى لا يطرد من عمله شهدنا شهادة كاذبة لأجل إنقاذه، فهل يجوز لنا ذلك؟ لا، ما يجوز لكم ذلك. الشهادة الكاذبة شهادة زور، هذه ما تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ما شهدنا، ها إيش يقول أخوة يوسف؟ وما شهدنا إلا بما علمنا. أي نعم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.